أثار موضوع استخدام بوكو حرام للرضع لتسهيل وصول النساء الانتحاريات إلى أهدافهن لتفجيرها موجة استياء واستنكار لهذا الفعل الذي يرفضه الدين والعرف والإنسانية. ولكن الأمر دفع بنا إلى طرح سؤال عن خلفيات هذا العمل ودلالاته بالنسبة للجماعات المتشددة. أخبار الآن مشاهدين قصدت مدينة أبوجا واستطلعت آراء عدد من المعنيين الذين أجمعوا على أن ذلك دليلا راسخا على مدى الضعف الذي وصلت إليه بوكو حرام وانعدام حيالها لتنفيذ مخططاتها الإرهابية. The Nigerian military government, I mean the military people in Nigeria have actually taken the war to them. تبتكر الجماعات الإرهابية في العالم طرقا جديدة لقتل الناس تلائم حالتهم العسكرية، وتختلف الخطة المتبعة بحسب الظروف، خاصة عندما ينهزمون وعندما يشعرون باليأس ولا يستطيعون القيام باعتداءات عنيفة على خصومهم بسبب ضعف مقاتليهم. وما شاهدناه في الأونة الأخيرة ليس إلا بعضا من هذه المشاهد، لكن ولحسن الحظ يفاجئ الجيش النيجيري والأجهزة الأمنية الأخرى بوكو حرام كل مرة بحملات استباقية قوية لإحباط هجماتهم الإرهابية. وعندما أخفقوا في الحصول على تعاطف الشعب النيجيري الذي فهم حقيقة بوكو حرام، بدأوا قتل الأبرياء بطريقة غريبة، وهي استخدام أطفال رضع في اعتداءاتهم الانتحارية، إذ يحملون الأطفال لإقناع أجهزة الأمن بالمرور والوصول إلى الأماكن المستهدفة. اسمحوا لي أن أوضح نقطة واحدة، أنا مسلم وأعتقد أن ما ينطبق على الإسلام ينطبق على كل الأديان الأخرى. كل الأديان تدعو إلى المحبة والسلام وتحترم الآراء المختلفة، لذا يجب عليك أن تحترم الآخرين بغض النظر عن دينهم. أما بوكو حرام وما يقومون به فليس من الإسلام في شيء. أعني بكل هذا أن لا علاقة بين الإسلام وبوكو حرام، بل لا يمتون إلى الإسلام بصلة. أستطيع القول أن بوكو حرام تلقت ضربات موجعة شلت الحركة الإرهابية وأضعفتها، وإن كل ما تقوم به جماعة بوكو حرام الآن ما هو إلا فرار من اليأس الذي أصاب كثيرا من مقاتليها. منذ زمن بعيد كان الجيش النيجيري يقود حملة عسكرية على بوكو حرام. قوضت الحركة خاصة في المناطق التي كانت تحكم بقبضة من حديد، وهي في المناطق الشمالية الشرقية من نيجيريا، وهذا ما أجبر الحركة على اللجوء إلى مثل هذه الأعمال الوحشية. وأعتقد أن كل هذه الأمور تدل على أن الجماعة هزمت فعلا، ولم يبقى لديهم خيار سوى استخدام الأطفال الرضع والنساء كانتحاريين للإيقاع بأكبر خسائر بين الناس الأبرياء وإثارة الهلع في نفوس المواطنين. لا أظن أن هناك دينا يسمح بقتل المدنيين الأبرياء أو يعتدي على حياة الإنسان. لا أظن أن هناك دينا يشجع على العنف والإرهاب، لكن بوكو حرام قلبوا كل الموازين لمواصلة أعمالهم الإجرامية وباسم الدين. Okay.